السلام عليكم يا أحبابي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. درسنا 14 في الرياضيات، وهو مراجعة الأشكال الهندسية. سوف نقوم اليوم بمراجعة جميع الأشكال الهندسية التي درسناها. لنستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة. يا أحبابي، لننتبه جيدا إلى هذه الصورة. ماذا يوجد لدينا؟ أحسنتم، يوجد لدينا مربع لونه أزرق، دائرة لونها خضراء، مستطيل لونه أصفر، ومثلث لونه بنفسجي. أحسنتم. ما هذا الشكل يا أحبابي؟ إنه شكل الدائرة. ممتاز. ماذا يشبه شكل الدائرة؟ الصحن. أحسنتم. ها هي دائرتنا البنفسجية. إنها جميلة. وهنا يا أطفالي، لنقم باتباع النقاط لنتحصل على دائرات جميلة، ثم نقوم بتلوينها باللون الأصفر. هل أنتم مستعدون؟ أحسنتم. وهنا يا أبطالي، لنلون الشيء الدائري. ماذا يوجد لدينا في هذه الصورة؟ كرة، تفاحة، حلوى وحلوة أخرى. أحسنتم. ودائرات أخرى جميلة. لنقم بتلوينها إذن.
هذا هو شكل الدائرة. أحسنتم، هكذا يكون رسم الدائرة. لنخطط ونلون معا. يا أبطالي، لننتبه إلى هذه الصورة، ماذا يوجد لدينا؟ ما هذا الشكل؟ إنه المربع، ممتاز، هذا هو شكل المربع، مثل الشباك، الشباك على شكل مربع. ها هو المربع الجميل، لونه أصفر. وهنا يا أبطالي، لنقم بتلوين الأشياء المربعة. ماذا يوجد هنا؟ تلفاز، شباك، كعبات. أحسنتم، لنكمل إذن رسم المربعات ولنقم بتلوين الأشياء المربعة. يا أحبابي، هذا هو شكل المربع. لنخطط إذن شكل المربع مع بعض، ثم نخطط ونلون ما يوجد داخل السمكة، ثم نواصل رسم المربعات، وأخيراً نقوم بتلوين المربعات بنفس اللون. هل أنتم مستعدون؟ نبدأ. يا أحبابي، ماذا يوجد في هذه الصورة؟ ماذا لدينا؟ ما هو الشكل؟ إنه شكل مثلث. أحسنتم، مثل شراع السفينة. شراع السفينة على شكل مثلث. ها هو مثلثنا الجميل، ما لونه يا ترى؟ لونه أخضر، هذا مثلث لونه أخضر. يا أبطالي، لنقم باتباع الخطوط لنتحصل على شكل المثلث، ثم نقوم بتلوينه اللون الأزرق. يا شطار، سوف نقوم في هذه الصورة بتلوين الأشياء المثلثة. أحسنتم، ثم نقوم برسم المثلثات، نتبع النقاط ونرسم المثلثات. يا شطار، ماذا يوجد في هذه الصورة؟ أحسنتم، إنه شكل المثلث. لنخطط إذن شكل المثلث، ثم نلون المثلثات الموجودة داخل السمكة، ثم نقوم برسم المثلثات باتباع النقطة، وأخيراً نلون المثلثات بنفس اللون. يا أبطالي، ماذا يوجد في هذه الصورة؟ لننتبه، ما هذا الشكل؟ إنه شكل مستطيل. أحسنتم، وماذا يوجد أيضاً؟ لدينا باب على شكل مستطيل. ممتاز، هذا هو شكلنا المستطيل، لونه بنفسجي جميل. يا أطفالي، لنقم باتباع النقاط لنتحصل على شكل المستطيل، ثم نقوم بتلوينه باللون الوردي. أحسنتم. يا أحبابي، في هذه الصورة لنلون الشكل المستطيل، ثم نقوم باتباع النقاط لنتحصل على شكل المستطيل. يوجد لدينا هنا شكل المستطيل. لنقم بتخطيط شكل المستطيل، ثم نلون المستطيلات الموجودة داخل السمكة، ثم نواصل رسم المستطيل، وأخيراً نقوم بتلوين المستطيلات بنفس اللون. وهنا يا أطفالي، لنقم بتلوين الشكل باللون المناسب له، مثلاً الدائرة
باللون الأصفر، المثلث باللون الأحمر، المربع باللون الأزرق، والمستطيل باللون الأخضر لنتحصل على دمية جميلة. وهنا يا أحبابي لننتبه، ماذا يوجد لدينا في هذه الصورة؟ لدينا مثلث أخضر، دائرة زرقاء، ومربع لونه أحمر. لنقم إذن بتلوين المثلثات باللون الأخضر، المربعات باللون الأحمر، والدائرات باللون الأزرق. يا شطار، في هذه الصورة لنقم باتباع النقاط لنتحصل على الشكل المناسب، مربع، مثلث، ودائرة. وهنا ماذا يوجد لدينا؟ يوجد لدينا أشكالنا الجميلة. لنقم إذن باتباع النقاط لنتحصل على الشكل المناسب، المربع، المثلث، الدائرة، والمستطيل. أعيد معي، المربع، الدائرة، المثلث، والمستطيل. أحسنتم. وهنا يا أحبابي لدينا دائرة برتقالية، مربع أخضر، ومثلث وردي. لنقم باتباع النقاط لرسم هذه الدائرات، ثم نقوم بتلوينها. يا أحبابي، ماذا يوجد لدينا في هذه الصورة؟ أحسنتم، لدينا فراشة مزركشة بالأشكال الهندسية. لنقم بتلوين الأشكال الهندسية لنتحصل على فراشة جميلة ومزركشة أيضاً. أحبابي، في هذا التمرين لنقم بتلوين الأشكال المتشابهة بنفس اللون، ثم نقوم برسم الأشكال حسب التسلسل، مربع، مربع، مثلث، ثم دائرة، 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 ومستطيل. أحسنتم، ثم نضع علامة كل شكل أمام الشكل المتشابه له. أحسنتم يا أطفالي، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم جيداً بهذه الحصة وتعرفتم أكثر على الأشكال الهندسية وكيفية كتابتها وتصنيفها. شكراً لكم، إلى اللقاء.